زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مدينة لاهانيا في جزيرة ماوي في ولاية هاواي وصفت من قبل كثيرين بأنها كانت إيجابية من حيث النتائج. المدينة هذه مدينة لاهانيا التي تعرضت لواحد من أسوأ الحرائق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية سوف تحصل على مساعدات فيدرالية مضاعفة وذلك بحسب وعود قطعها الرئيس الأمريكي خلال خطاب ألقاه في هذه المدينة. سنكون إلى جانبكم مهما تطلب الأمر ذلك، سنبدي الاحترام لقداسة أرضكم وتقاليدكم ونعيد البناء بالطريقة التي تنسجم مع ما يريده سكان جزيرة ماوي. وتستمر المساعدات الإنسانية في التدفق على جزيرة ماوي على المدينة، هذه المدينة مدينة لاهانيا التي تأثرت بشكل كبير جدا من الحرائق المهولة التي ضربت هذه المدينة منذ نحو أسبوعين. الرئيس الأمريكي جو بايدن وعندما زار هذه المدينة وعد بأن يكون هنالك عمل جد فيما يتعلق بإعادة الإعمار، وقال أيضا بأنه سيسهل عمليات الاستثمار بالنسبة للراغبين في الاستثمار سواء من الشباب أو من كبار السن في هذه المنطقة. عليكم أن تعلموا أننا سنعيد البناء مهما استغرق ذلك من وقت، نعمل برفقة حاكم هاواي والكونغرس من أجل إعادة البناء بما يتلاءم مع ما تريدونه وليس بحسب ما يريده غيركم. ومثل ما يمكن أن نرى خلفي، مدينة لاهانيا في جزيرة ماوي أصبحت تحت حراسة أفراد الحرس الوطني وذلك لتسهيل عمليات الإغاثة والبحث عن المفقودين الذين فاق عددهم 800. المدينة الآن تحصل على مساعدات فيدرالية ومحلية وذلك باستمرار، والرئيس بايدن الذي زار هذه الجزيرة وعد بالمزيد بمضاعفة المساعدات الفيدرالية، لكن ذلك لم يمنع الكثيرين من سكان هذه الجزيرة من التظاهر وكذلك مطالبة السلطات الفيدرالية بمزيد من الاهتمام ومزيد من المساعدة. كان معكم خليل بن طويلة من جزيرة ماوي في ولاية هاواي.